السلام عليكم احبابي من داخل الكوزينه. المهم اليوم غادي ندير صراحه شعريه صفه بالدجاج. بزاف ديال الاخوات قالوا لي مريم شاركينا هذه الوصفه، فان شاء الله اليوم غنشارككم. فاول حاجه كندير الشعريه، هذا النوع داري ديال المغرب. هذه غادي ندير ليها الزيت، ندير لها الزيت مزيان بحال هكا. هذا تما مبغاش يخبل لينا الزيت مزيان. المهم غادي ندير لها الزيت قياس اللي كديروا للصفه، دير لها الزيت مزيان باش ما تعجنش. صراحه زدت الكميه لان المساعده ديالي تما تيموت عليها. فهنا كما كتشوفوا هي درت ليها الزيت، فدابا غادي ندوزوا للمرحله الثانيه. فخلي ديريني كتصور. فهنا كما كتشوفوا غندير البصله واحد مطيشه، فهنا احبابي كما كتشوفوا ها هو راه بدات تبل عليك مطيشه والبصله. غنضيف الدجاج، تقدروا ديروا الكميه اللي نتوما بغيتوا. غنضيف هنا الدجاج صافي. بسرعه غنوريكم لقامه اللي هي شويه ديال سكنجبير، شويه ديال البزار، حيت غندير دويمه ديال الزعفران، البزار، واللي عندها السمن تقدر تضيف السمن، اللي ما عندهاش السمن انا غادي ندير هنا غير ضامه ديال السمن. قطع ليا كان عندي اتصال، ما عرفتش هنا الضباب ما تيبين. شفتوا كيفاش داير؟ كيجي على مزوينات. وانا نسيت حاجه اللي هي الثوم باودر، غادي ندير الثوم باودر. نقصت البوطه هنا باش تشوفوا الصوص. هذه غير مطيشه وحده اللي درت، زدت نفس ما شفتوا ضامه ديال السمن، درت الثوم باودر، ودابا درت شويه ديال القزبر معدنوس. غادي نضيف حك ديال المطيشه اولا طماطم معلب، وغادي ندير عليه البلول، وغتشوفوا معايا المرحله الاخرى. غادي نضيف طماطم معلب، حك صغير، مطيشه الحك عايشه ديري لي هاتني بليز. فهني نفس ما تشوفون الصوص ما شاء الله حمراء وغزاله. غادي نضيف عليها المرق، نزيد عليها الماء، نبلل مزيان ونسد عليها. وغتشوفوا شنو غادي ندير من الفوق. الصفه غنحطها من الفوق، انت غتشوفوا معايا دابا. فهنا احبابي كما كتشوفوا بللت، درت الماء الكافي اللي غادي يطيب فيه داك الدجاج باش ما يتحرقش ليا، وباش نيت يفور ليا هاد السفه. فاش كندير كنسد عليها بحال هكا، كنخليها حتى كيطلع فيها الفار مزيان مره وحده، غير هاد المره. من بعد ملي كنشوف الطار طلع فيها الفار مزيان، غادي نشدها ونخويها في الصوص. يعني داك الماء اللي كيطيب مع الدجاج غادي نخويها فيه ونطفي عليها ونسد عليها ونخليها بس مره وحده. كتجي رائعه 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 رائع جدا. فهنا كما كتشوفوا هذاك البلول غادي نسد عليها ونخليها. احبابي الصفه شفتوا انتما بعد ما حليت عليها هي بدات دابا كطيب. غنحركها ونخليها مازال حتى تشبع مزيان طياب، عاد نخويها في الصوص. ملي غنخويها في الصوص صافي غنسد عليها، خليها بحال هكا غير تطلع فيها الفار مزيان مزيان مزيان، وغادي نطفي عليها. هنا احبابي كما كتشوفوا هي صافي راه طابت. غادي نخويها هنايا في لاصوص. اوكي غنحيد هذه كامله ونرجع معكم. فهنا حبيبي نفس ما شفتوا هاي راه درتها، واخا كتشوفوا البلول، هاد البلول كامل كينشف ما كيبقاش. فدابا انا هنا طفيت عليها، راه الدجاج طاب ما شاء الله، فطفيت عليها. غادي نسد نخليها تشرب هاد البلول صافي. خليها كان وقت حبايبي باش نشوفوا. ها شفتوا هيا كاع شربات هذيك المرقه وصافي هي جاهزه نحطوها. انا دابا جالسه كنصاوب واحد الكيكه، غنسالي ونوريكم كلشي. بلاتي ما اخذ لانت كيك تسوي على اكل ليمون. تخيلوا هالعصير الليمون، تعرف كم سويت؟ 6 لتر
2 كيلو برتقال، ها شو طلع لي 6 كيلو 6 لتر من العصير.